هذه الظروف اللي سميناها الظروف الغائية، الضم لا يدخل عليها في حال الإعراب. يبقى إذا دخل عليها ماذا تظن؟ بل تتأكد بأنها مبنية، تتأكد بأنها مبنية. شفت؟ يبقى هل هذا الاختيار أيضا كان اختيارا اعتباطيا؟ وهل كانت العرب يعني كانت تفكر في هذه؟ وإنما هي إرهاصات من الله سبحانه وتعالى ليجمع هذه الأمة لتكون لسانا لكتابه الكريم. يعني هذه الأمة هي أمة 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 أمية ولا لا يا جماعة؟ ومع ذلك هذه الأمة الجميع تواطأت على أشياء لا تكون إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني من قال مثلا أن هذا يكون مبني؟ ما كانت الاصطلاحات الموجودة الآن أن هذه منصوبة وتكون مجرورة ويجي الضم وهذه التأويلات، وإنما جاءت فيما بعد ووافقت ما اتجه إليه العرب، وهو دلال على أن هذه اللغة التي أصبحت في وقتنا الحالي محط استهجان واستهجان واستهزاء لا من الأجانب بل من أبنائها أنفسهم. يعني من فينا؟ يعني من الذي يستهجن هذه اللغة؟ هم أهلها. وكفى بذلك مذلة أن يسخر الإنسان من نفسه، يسخر الإنسان من نفسه، لأن اللغة هي عقلك ولا لا يا جماعة؟ أنت كيف تعبر عن عقلك بلغتك؟ ومع ذلك أصبحت كما قلنا محل استهزاء. وندعو الله سبحانه وتعالى ولعل في هذه النشاطات العلمية ما يعيد للأمة مكانتها والاهتمام بلغتها وكتابها وسنة رسولها صلى الله عليه وسلم.